نسولك شنو اللي مخلي شنو السبب اللي مخلي الاجرام يكثر في المجتمع المغربي؟ السبب هو التربيه والعائلات، انحلال ديال العائلات. ثانيا كاين هناك الناس ديال السلطات اللي خصهم يديروا العمل ديالهم على اساس انهم يراقبوا الاجرام وداك الشيء باش ما يوقع شيء، وخاصها تكون توعيه حتى في الاعلام. شنو الحل باش ما يبقاش هذا الاجرام؟ ايوا هي التوعيه، وان الاسر خصهم يربيوا اولادهم وداك الشيء، وخصهم يتبعوهم لا في مدارس ولا خارج المدارس ولا داكشي. هذا هو الاسباب، من الاسباب الاولى وهي هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا سولوك شنو اللي خلى الاجرام يكثر في المجتمع المغربي؟ قله الامن هو اللي خلى الاجرام يكثر. ما بقينا كنخافوا نقدروا نخرجوا بوحدنا، بزاف الاسباب هي اللي كتخلينا خايفين نخرجوا. شنو الحلول اللي كتقترحي عليهم؟ البوليس يكون في الشارع بكثرة، الأمن فين ما نخرج نشوف البوليس غنكون أنا مرتاحة خارجة ومرتاحة. إحنا البنات ولا العيالات ولا ما كتقدريش تخرجي بوحدك، ضروري ما يكون معاك راجل. لا، بغيت نكون أنا خارجة وأنا مرتاحة في بلادي، يعني فين ما نخرج نشوف البوليس قدامي ونشوف هذا المجرم ما يقدرش يزعم عليا كاع. السلام عليكم. شنو اللي مخلي الاجرام يكثر في البلاد في المجتمع المغربي؟ واختي بالنسبه للاجرام كما كنعرفوا تتعرفوا راه كاين البطاله بزاف بعدا اول سبب، وكاين شويه ديال الفقر هذا اللي كيخلي الشباب يلجؤوا لعده اشياء كالسرقه، سرقه الهواتف محموله، سرقه الاشياء بزاف عده، كيوقفوا على البنات، كيوقفوا على بزاف ديال الوكالات البنكيه مثلا، كيفهمتي؟ لا، وكان الناس دابا الشباب كتلقاي دابا المحمديه فيها شحال من وزين كبير اختي مثلا، فهمتي؟ وولاد المحمديه ما خدامينش، هذا سبب بعدا علاش ولاد المحمديه ما كيخدموش الوزينات ديال المحمديه. واش في ايامات زمان كان الاجرام بحال الايامات الحاليه؟ لا، بكري ما كانش الاجرام، يعني كانت الاسر، يعني كانت هناك حياء، كان كانوا ناس اللي مربين ولادهم وداك الشيء، وكانت كتحترم الناس اللي هما اكبر منك، وتحترم الجيران ديالك، وتحترم جميع الناس اللي هما موجودين في يعني في الشارع او لا في الجيران ديالك. اذا الاجرام كيرجع للتربيه؟ كيرجع للتربيه بصفه اولى، هي التربيه هي اللي من عدمها. شكرا. كنشكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نقدروا نعرفوا شنو السبب اللي مخلي الاجرام يكثر في المجتمع المغربي؟ الاجرام اللي كثر في المجتمع المغربي هو الظاهرة الرفولي. علاش كترجع؟ ايوا، الهجره بدون القانون. لا، هذا الاجرام هنا كيف كتشوف اخر ظاهره كانت ظاهره التشرميل، كاين السرقه ديال الهواتف، سرقه البنات، الفلوس، علاش كيرجع هادشي؟ وراه هادشي قلت لك العامل ديالو منين جا؟ العامل، الناس كانوا في اوروبا خدامين، سيتقادوا أجور، ناس مولفين بالإجرام تما جاو دارنا الإجرام هنا في المغرب، داكشي اللي تيديروا تما جاو طبقوا هنا في المغرب. كاين المجرمين مغاربة، أصل المغربيين ما عمرهم خرجوا على المغرب، ولكن كيمارسوا هاد ظاهرة الإجرام. شنو تقول لهم؟ إلا شتي القنوات المغربية ستوريك البرامج ديال الوقائع، راه من هذاكشي منين جا المشاكل ديال الإجرام، حيث اللي سيشوف شي حاجه في التلفازه سيبغي يطبقها. اذا هذا السبب كيرجع للبرامج اللي كيتبثوا في التلفازه انهم كيمثلوا بحالهم. هذا السبب سيرجع للوسائل الاعلام اللي ولات توصل للمواطن شي حاجه اللي ما خصهاش توصل بها. بحال كتوعيهم وكتفيقهم. وراه الوسائل الاعلام هي اللي خص توعي الشعب، ماشي الشعب اللي خصو يوعيها. كما قلت لك دابا الفقر هو السبب الاول، والجريمه كثرات، سرقه الهواتف محموله، سرقه الاشياء العديده، فهمتي؟ كتلقاي الناس دابا هنا قلت لك كما قلت لك المحمديه، كتلقاي الناس لوزينات كثار في المحمديه، لاكارت ناسيونال كانت عندك فيها المحمديه، ولاد المحمديه كتمشي ما تيخدموكش، واحد جاي من سندراره، جاي من قنيطره، جاي من ما عرفت منين كيخدموا. انا هذه ما فهمتهاش، كنوجه الرساله ديالي للناس المسؤوله ديال المدينه باش تشوف بعين الاعتبار هذه الاشياء، وتشوف لي جون ديال هاد المدينه راه كيموتوا، راه الجريمه راه ماشي لخاطرهم كيديروها، وحق الله العظيم. شكرا. نقدروا نعرفوا علاش الاجرام كثر في المجتمع المغربي؟ الاجرام البطاله قويه بزاف، البطاله موجوده، فهمتي؟ البطاله موجوده، مشي لوزاره الشغل يقول لك ما كاينش، مشي حتى مره اخرى ديك وردك ديك وردك وما كاين والو، سالي مشي تما يقول لك مره اخرى نعيطوا لك،
فهمتي؟ عاوتاني حاجة أخرى، أنا الدولي تقاعد ديالي لانتري ديالي أنا الجواهري، فهمتي؟ 15 سنة في الخدمة مع الفرنسيس والداوة مشى. القديم كان بحال هكا الإجرام ولا غير الإجرام اللي وقع من هذا البيطارة هنا طنجة، الطوموبيلات كاملين سرقوهم وعرفة عرفة الطوموبيلات سبر الطوموبيلات وداوهم سرقوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والإجرام عنده أسباب عدة. علاش الأسباب؟ منها أولا الفقر، البطالة، ومسائل أخرى ديال اللي تابعة للمجتمع، التكوين، الدراسة، كل هادو الأسباب اللي كيمكن يساهموا ماشي بوحدهم ولكن يساهموا قسط كبير في الإجرام. شنو الحلول اللي باش نقدروا نحاربوا البطالة والفقر؟ الحلول هو التربية. التربية أولا في عند العائلة، في المجتمع بصفة عامة، منهم المدرسة، منها الشارع. ثانيا تأهيل الشباب للعمل، تأهيل اللي هو العنوان الأساسي باش يمكن نخفضه من نسبة البطالة ومن نسبة الفقر، هو التأهيل في الحرف، في المهن. ما كنبقاوش نعتمدوا على الدراسة بوحدها، خاص التكوين، وخصوصا التكوين المهني اللي هو الأسس باش يمكن يكون المجتمع متنوع. ما نبقاوش حنا غير الدراسة، حتى الكليات والآداب وهذا، خصنا تأهيل من البداية، من الابتدائي خاص التأهيل يكون للمهن، وخصوصا المهن الحرة. الحلول اللي تقترح عليه؟ الحلول خاص الدولة تنوض تجر على السيادة وتشوف هذا البيطالة اللي وقع اخر عنده الدبلوم ديالو وقالس مسيب مرة هو عنده الدكتوراه راه فين وقالس مسيب. ولا بغى يخدم شنو خاصه؟ خاص يخدم. شوف الدولة تعطي الحلول ديالها، وزارة الداخلية، الوزارة، هكذا، راه عندنا كل شيء موجود عندنا حنايا. ولكن شكون ماشي يعمل هاد السيادة؟ ما كاينش لا والو، ما كاينش لا تفتيشية ولا، فهمتي؟ وزيدوا نحن عندنا الوراثة، هذا كل دعم هذاك دخلوا يخدم، هذا كل دخلتي يخدم، هذا ما كنعرفوش شيء شور تما يمشي. النصيحة للمجرمين ما كيكونوش هما اللي مسؤولين في وحدهم، كنقدر نقدموا لهم النصيحة الله يعفو عليهم من جهة أخرى، من جهة، ولكن من جهة ثانية خصنا ناخذوا بيديهم، خصنا نشوفوا أشنا هما الأسباب اللي كيخليهم يديروا هذا الإجرام، ونحاولوا باش نعالجوا هذوك الأسباب باش يمكن نخفضوا من نسبة الإجرام. وشكرا.